شو هادي اللي حطيتيه يا مدام؟ مين عمل هيك؟ شو قلتي؟ أنا عم أسأل مين اللي عمل هذا التصرف البشع؟ فهموني مين عنده الجرأة الكبيرة إنه ينزع هاي المراسم بهيك حركة سخيفة وبلا ترباية مثل شخصيته؟ أحكوا مين؟ أوي! هاي آخر مرة رح أسأل. إذا أنت بتكذبي علي يا بنت، ساعتها رح خليكي تندمي على وقاحتك. أنت اللي عملتي هيك؟ إذا هاي البنت بتفتح تمها وبتجيب سيرة المستندات الأصلية، بهالحالة رح تنزعلي كل خطتي. أنا رح أسألك لآخر مرة، جاوبيني. بوشبا، أنت ليش عم تضيعي وقتك مع هاي البنت؟ هلأ بيخلص الوقت المحدد، تركيها هلأ، هي ما بتعرف شي بالمرة. إذا بتريدي تعالي معي. كيف دخلت لجوا؟ بسببي أنا. شو؟ أنا قصدي إنه هاي البنت الصغيرة بتحبني بشكل كبير وما بتقدر إنها تعيش من دوني، لهيك هي لحقتني لهون. بس أنا نبهتها وقلت لها إنه تضل قاعدة بالبيت، بس شفتي هي إجت لهون وبتضل عم تلحقني وين ما بروح مثل خيالي. بس لهاللحظة ما حدا جاوبني على سؤالي. بما أنه بتحبك كتير، يلا لك أن اسأليها. سأليها إذا هي اللي نزعت هاي المراسم وعملت هيك تصرف معنا. لا لا، ما في هيك شي بالمرة. اطلعي، إيدين هالبنت نضافة كتير ومستحيل إنه هي تعمل هيك شي. بنتي ليكي، وقت بيكون الكبار عندهم شغل ما لازم تعملي لهم مشاكل. رح وصلها على البيت وارجع. تعالي معي. انت بتعرفي اذا البيعه بتلتغى هاي المره رح تشوفي مني شي ما بيعجبك. روحي من هون عالسكت، والا بوشبا رح تعاقبك بطريقه تخليكي تندمي لباقي عمرك. روحي من وشي وبلا حركات بلا طعمه. يلا روحي من هون. الشغله بتخوف. اول شي قلبك بيكون عم يدق بسرعه، بس لازم تسيطري على قلبك بنتي. لازم تذوقي طعم الحقيقه، وأول ما تقوليها رح تشوفي إنه كل الأمور رح تنحل ببساطة بنتي. يلا أنتي شو ناطرة؟ روحي من هون. ما رح روح لمحل أبداً. أنا هلأ بدي إنه مطعم بابا يرجع لي فوراً.